كل هكا كنعالج جن بجن. وطبعا حيت لابد اي واحد روحاني ميمكنش غيخدم هكاك. دابا انسان عادي وغينوض يتعامل مع الجن امبوسيبل. ماشي كان ليالي كنتقربوا بها الجن، يعني الجن الا كان راه كاين، يعني كي تقربتي له كي لا، يعني الجن اولادك كدير له معاهم واحد الصواب، لان نتوما كيخدموا معاك، يعني كيديروا لك شي حاجه البركه ديال الله وديالهم باش كنفكوا الناس، باش كنخدموا. تسمى صدقه روحانيه وكنديرها علاش؟ على راسي انا، حيت عندي الجواد، يعني كنخدم بالجواد. طبعا كدير لهم الصدقه ديالتهم، هذيك كيسموها الصدقه ديال رجال الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نقدم لكم راسي، معكم المقدم الشريف ياسين الملقب مول الزجاج، أصغر شريف روحاني في المغرب. اش غنقول لك، يعني اللقب ديال مول الزجاج هو أنني كنخدم الزجاج بدون كنهرس الكيسان، وكنخدمو بيديا، كنعجنو كما كنعجنو العجينة، يعني ما كطرا فيا حتى شي حاجه باذن الله. وهاداك الشيء علاش خداو عليا اللقب ديال مول الزجاج، لان كنخدم به بزاف وكثير. عالم الروحانيات شنقول لك، انا ماشي بديت فيه، اللي هو تخلق معايا منذ الصغر، يعني مني عقلت على راسي وانا في عالم الروحانيات، اللي هو طبعا تنقولوا الجن، وبلغتنا حنا الشعبيه تنقولوا الجواد. هذا الشيء ديال الجواد الحال، انا مني كنت صغير داك الشيء عندنا وراثي، اصلنا الشرفه، داك الشيء عندنا من الاراثه. مني كنت صغير بزاف كانوا كيوقع لي شي حوايج اللي هما عجيبين، تيوقع لك شي حوايج ماشي عقلانيه، ماشي ديال انسان طبيعي. المهم كنحلم احلام، داكشي طبعا ما نقولش كلشي حيت كيبقى داكشي اسرار بيني وبينهم. وحتى وصلت لواحد اللاج بقيت بداو كيبينوا لي، حتى عطاونا الخدمه، انا داكشي من عند الله، رباني على قوة الله كبار، وتعطاتني الخدمه باش نداوي الناس، يعني ندير ابطال السحر، هادشي ديال الجواد اللي عنده شي مشكل، اللي عنده شي توقيف شي تعطيل، وكندير الكشف الروحاني طبعا. وبالنسبه لهادشي يعني ما نتعمقش بزاف باش ما يمكنش لي داكشي كيبقى اسرار بيناتنا. هادشي ديال الجن وديال الجواد راه يعني كاين اللي كيعرف بهذا الحال كيعرف به، وكاين اللي ما كيعرفش به. الروحانيات نقول لك يعني ماشي تعلمتها، كل شيء تعلمته يعني من عند شي حد، يعني شي حوايج جاوني من عند الله، مثل في رؤيات، في بزاف ديال الحوايج اللي توقعوا قدامي، داك شي مباشر كيجيو عندي. يعني نقدر نقول لك هذا الشيء اللي انا فيه 50% انه وجب عليا انني نديره، و 50% انا لقيت يعني باش انني ما غنمرضش في الصحه ديالتي، وما غنكونش ما غنبقاش في حياتي، حيت الانسان ما كيبقاش هو هذاك، حيت طبعا اللي عارفين الحال هما اللي غيفهموني وغيعرفوا هذا الشيء. وتعلمت شي روحانيات اللي هما جداد، يعني من خلال الاخ ديالي هو عالم وشيخ روحاني كبير، راه معروف يعني على القنوات، ومعروف في هاد مواقع التواصل. و هادشي اللي كاين يعني في هاد الروحانيه، تعلمت بزاف ديال الحوايج مثل عمل القبول روحاني، المشاكل الروحانيه اللي كان عالج طبعا، يعني من خلال التجربه ديالي في الحياه كلها، يعني مني بديت في هاد
المجال. وبحال مثلا كيجيو عندي ناس بحال البنات كيكونوا باقين بلا زواج وكيكون عندهم مس عاشق، يعني هو تقولوا الجيل العاشق، كيوقف لهم كيكون عريض، هذاك العريض كيحبسهم على الزواج. كاين اللي حتى كتزوج وكيحبسها على الولاد، اولا كتزوج وكيوقع لها مشاكل مع الزوج ديالها، ديما هما في خصام ما مرتاحش، كدوز واحد الفتره شويه كتاثر. مثال تاني كاين المسكينه كتزوج وكيتقفوا لها يعني الرحم ديالها باش ما تولدش، كتكون واقفه الحمد لله حتى كتجي وكندير لها البركه وداكشي، عاد ربي كيسر. مثال كيجيو عند الناس كاين اللي كيطيح بالصرع، يكون مسلط عليها الجن من خلال يعني من السحر او لا من العين او لا من التابعه، واكثرهم هي التابعه، اكثريه الناس كيجيو كتكون من العين والتابعه، كيكونوا عايشين حياتهم عذاب جحيم، فاش ما داروا الدم ما كيسهلش الله ما كيسرش، هذاك الشيء اللي كيدير انا كنحيدها. وبالنسبه يعني الناس جاو عندي ناس بزاف، ناس كبارين يعني، كاين اللي في برا، كاين اللي جا يعني، كاين اطباء كبار، كاينين بزاف ديال الناس خدامين في المحكمه لا داعي يعني لذكر الاسماء. والحمد لله جاب الله التيسير، وكيجيو الناس دائما كل واحد و يعني منين البلاصه كيجي. الحالات اللي كيجيو عندي بزاف، مثال اكثريه البنات اللي يكون عندهم الجيل العاشق، اللي يكون عندهم الجيل العاشق كيلقاو مشكل في الحياه ديالهم، كاين اللي كتلقى غير الخدمه هي الاخرى وما كتخدمش فيها، كتكون قاريه وشنو وشنو وما خداماش. واكثريه الناس على قبل هذا الجيل العاشق يكون عندهم مشكل ديال الزواج، والناس اللي عندهم عكوسات كتكون الحياه ديالهم عكوسات غاديه بطيئه، تعطيلات في الخدمه، تعطيلات كيدفعوا قاريين بدبلوماتهم بشواهدهم وكيدفعوا ما كاين لا خدمه لا والو. وكاين شي واحد اللي كيكون يعني ما قاري ما والو وخدام وخدام خدمه مزيانه وكل شيء، داكشي طبعا كل واحد شنو خدمته، كاين اللي كيدير القبول، كاين اللي كيدير انواع ديال الروحانيات، راهم عالم وبحر. واخا ما نتعمقش بزاف حالات يعني باش كنفسخ السحر، واحد البركه اللي هي ديال الله، ماشي نهضروا على هادشي ونساو البعد الالهي ابدا ونهائيا، يعني اي حاجه باذن الله واي حاجه بالبركه ديال الله، لا جن ولا انس يعني بالبركه ديال الله. كنحيد السحر بزاف ديال الحوايج عندي، اولا يعني كنداوي بالقران، كندير رقيه، كنعطي اعشاب اللي هما كتكون مباركه اللي كنجمعهم، يعني كيكون هذا كنجمعو كنطلبيهم السحر، كندير ليهم الفسخ ديال السحر بالرصاص او اللي كيقولوا ليه الخفيف رصاص البحر، كندير بزاف بزاف الحوايج، كندير كتابات روحانيه بايات القران والسنه النبويه. وهذا ما كان الليله او ما يسمى بالصدقه، حنا كنديروها بكلمه يعني الصدقه يعني كتصدق، كتعرض على واحد الناس اللي هما كيحضروا في ديك كيكونوا مرادين روحانيا، وكتجيب لهم ديك كنقولوا كنحضروا الجلبه الجدبه عفوا انواع من الطقوس، كاين فيها القناوه، جلاله، عساوه، حماتشه وغير ذلك، كيحضروا فيها وكيحضروا هاد الناس مساكن كيجذبوا كيتحيروا، كتسمى صدقه روحانيه. وكنديرها علاش؟ على راسي انا، حيت عندي الجواد يعني كنخدم بالجواد، طبعا كدير لهم الصدقه ديالتهم، هذيك كنسموها الصدقه ديال رجال الله باش كنخدموا. وهذا ما كانوا كندير الصدقات يعني الناس، شي حد كيكون واقف عليه الصدقه اما في بلاد بعيده او لا هنا او لا، كيكون عنده داك الشيء خصو يدير ديك الصدقه باش كيتلقوا لي، كيكون عنده الجن او لا شوفوا شنو طالبين له باش كيتلقوا له السراح وكيخدموا معاه وبزاف الى غير ذلك. لا يعني ماشي كان الليالي كنتقربوا بها الجن، يعني الجن الا كان راه كاين يعني كيتقربتي له، كلا بحال اللي تقول دابا انا في شي مرض كبحال شيئا ما كتبغي تنسى، عندك اعصاب مشاكل، عندك بزاف ديال الحوايج كتبغي تنسى، شنو كدير؟ اما كتخرج، اما كتمشي دير شي حفله، اما شي حاجه كتمشي كتحضر فيها باش كتنسى داك المشاكل اللي عندك. ونسبه لهاد يعني الليالي كنديروا على حساب الخدمه باش داك الجن كيف ما انت كتبغي، دابا انت غادي غير تخدم معايا، بغيت منك انا شي حاجه، بغيتك مثلا تصاوب لي شي حلوى شي حاجه، غنشريك لي كادو، غنعطيك الفلوس، غادي نتهلا فيك كمام. ونفس الشيء يعني الجين اولادك كدير معاهم واحد الصواب، لان انتوما كيخدموا معاك يعني كيديروا لك شي حاجه البركه ديال الله وديالهم باش كنفكوا الناس باش كنخدموا،
فهمتي داك الشيء يعني كيتسمى روحاني، هذاك ما كنعتبروش انا مرض، اللي كانت تقدروا نقولوا مرض روحاني شيئا ما، ولكن داك الشيء كيبقى في الحال بدون ما كتحس، حيت لما درناش داك الشيء كان مرضى شيئا ما. تقدر تقول هكا كان على الجن بجن، وطبعا حيت لابد اي واحد روحاني ميمكنش غيخدم هكاك. دابا انسان عادي وغينوض يتعامل مع الجن امبوسيبل، يعني صعيبه عليه، يعني ما يمكنش. لابد كيكون عندك قوانين وكيكون عندك بزاف ديال الحوايج باش انك تكون مستعد لداك الشيء. كما كنقولوا الركيزه، ما يمكنش غير تنوض واي واحد غيتعامل مع الجن، اي واحد غيخدم، اي واحد غادي يفك، امبوسيبل. دابا كنشوف كيتلاحوا بزاف ديال الشباب ولا الشابات، يعني لا داعي انا بغيت تذكر، ولكن كيكون صعيب عليهم الحال من بعد، كيكون صعيب عليهم الحال من بعد، من بعد كيتاداو، حيت ما تيكونش عنده واحد القوانين، ما عندوش واحد ما تقولوا الطابع. دابا بغيتي تصاوب شي ورقه كيكون عندك الطابع مكاشي باش انك دايزل لك، يعني صافي انت فتحتي شي محل ولا ده عندك الورقه ديالك الرخصه. كذلك هو مثال نفس الشيء، انسان عنده الطابع باش انه كيخدم، راه ديك الساعه كيكون خدام، وكتشكل خطر شيئا ما. ولكن الحمد لله بذكر الله يعني احنا متبعين الطريقه الالهيه اللي نزلت في القران والسنه، ومتبعين الاولياء الله الصالحين، الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني كان حرب، وحنا دائما في حرب طبعا، راه ماشي هادشي سهل، وكتكون عندك واحد القوه، واحد سميتو اللي كتكون ديال الاله، يعني باش ربي كيحفظك من شر الخلق. مرحبا مرحبا، اللي بغيت يتواصل معايا انا راه عندي لاشين في اليوتيوب باسم المقدم ياسين، لاشين ديالي. والناس اللي كيبغي يجي عنده شي مشكل اولا في ما يشابه ذلك، مرحبا يتصل بيا ونشوف المشكل اللي كاين. ومرحبا، اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.